أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والأحد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو فصل الأخبار. والأخبار جمع خبر، وعرفه بقوله فالخبر، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم أن المقدم في حده أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، قول يلزمه الصدق أو الكذب، حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله إلينا، أي أسانيده، باعتبار طرق نقله إلينا. فهو بهذا الاعتبار قسمان: أحدهما المتواتر، والآخر الآحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري، والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أنه يروى أنه يرويه جماعة، أنه يرويه جماعة أي عدد كثير. وثانيها أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أي الاتفاق عادة على الكذب، أي الاتفاق عادة على الكذب. وثالثها أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في جميع طبقات الإسناد، فيكون في جميع طبقات الإسناد. ورابعها أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وأخصر من هذا الذي ذكره ما تقدم، أن الخبر، أن المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين، هو خبر له طرق بلا عدد معين، يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الآحاد فقال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا هو القول المشهور. والراجح كما تقدم أن الآحاد يوجب العلم النظري بالقرائن، أن الآحاد يوجب العلم النظري بالقرائن. ولم يذكر حد الآحاد،
وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده، وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والآحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة، خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الآحاد فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند. فالآحاد قسمان، أحدهما المرسل والآخر المسند. وعرف المسند بقوله: ما اتصل إسناده. وعرف المرسل بقوله: ما لم يتصل إسناده. وهذان المعنيان عندهما عنده هو غيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم أن المسند اصطلاحا ومرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، وأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد أن المرسل له ثلاثة أحكام، أن المرسل له ثلاثة أحكام، أولها مرسل الصحابي، أولها القبول إذا كان مرسل الصحابي، إذا كان مرسل صحابي، وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، وثالثها قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط، مرسل قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة، قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، فليس للاستثناء معنى، فليس للاستثناء معنى. ذكره ابن الفركاح وغيره، ذكره ابن الفركاح وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري أو من هو دونه كإبراهيم النخعي إذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول، فلا معنى لاستثناء مراسيل سعيد المسيب. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والعنعنة هي كلمة عن في الأسانيد، هي كلمة عن في الأسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع به، وموجب ذكر حد العنعنة تعلق الاتصال والانقطاع بها. ثم ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية، ثم ذكر ثلاثة مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. فالأولى في قوله: وإذا قرأ الشيخ يجوز أن يقول الراوي حدثني أو أخبرني. والثانية في قوله: وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون أخبرني مشتركة بين الصورتين، فتكون وعلى هذا تكون أخبرني مشتركة بين الصورتين. وأما حدثني فتختص بالمسألة الأولى
دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ومعنى قوله دون رواية دون سماع وقراءة، دون سماع وقراءة، وإلا فالإجازة من الرواية، وإلا فالإجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا نوع خاص وهي السماع والقراءة، فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص هو القراءة والسماع. نعم.